أحسن الله إليكم. تفضل أخي ظافر من عسير. نعم نعم تفضل ظافر. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. أهلا ومرحبا. عندي سؤال لفضيلة الشيخ. تفضل مختصر. إحنا قبيلة واضعين لنا صندوق، هذا الصندوق يتكون فيه مبالغ مالية، هل عليها زكاة؟ وهي للطوارئ ونوائب الدهر. طيب شكرا شكرا. صندوق فيه عاملينه مجموعة من القبيلة فضيلة الشيخ، فيه مبالغ مالية للطوارئ والاحتياج، هل عليه زكاة؟ عليكم يا أخي أن تكتبوا سؤالكم وترسلوه للجنة الدائمة للإفتاء تنظروا فيه، ولكن إن كان هذا الصندوق للاستثمار فإن فيه الزكاة، كل يزكي قدر ما دفع، وإن كان هذا الصندوق للتبرع وليس للاستثمار فليس فيه زكاة لأنه للمحتاجين، فمصرفه مصرف الزكاة والحمد لله. نعم.